بارك الله فيكم في هذا الخبر تنبيه لنا جميعا أن الرزق بيد الله عز وجل، علينا أن نسعى والله عز وجل سيرزقنا الرزق العظيم والفضل الكبير. والإنسان إذا ضيق عليه في رزقه فليحمد الله عز وجل ولا يتذمر ولا يتسخر، وسيأتيه الرزق الكبير والفضل العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن المسألة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى إيمان، وهذه المسألة إخواني وأخواتي قد يكون الكلام عنها سهل جدا باللسان، نتكلم عن الرزق الحلال والرزق الطيب، ولكن تجد وللأسف الشديد بعضهم لا يتورع والله أن يأكل أي مال يجده أمامه، سواء كان من حلال سواء كان من حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من موانع إجابة الدعاء مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. بعض الناس إخواني وأخواتي قد يقول الحمد لله أنا مكان عملي ليس هذا المكان فيه شبهة، ولا أعمل في مكان العمل فيه يعتبر محرما. نقول بارك الله فيكم، أكل الحرام قد يكون أكلا كليا وقد يكون أكلا جزئيا. الأكل الكلي قد يتساهل معه بعض الناس وللأسف الشديد، وأما أكل الحرام جزئيا فهذا موضوع إخواني وأخواتي قد لا ينتبه له بعض الناس سامحهم الله عز وجل. كيف أكل الحرام جزئيا بارك الله فيكم؟ بعض الناس يرجع إلى منزله من العمل، والمعاملات بارك الله فيكم على مكتبه، يعني المعاملات الكثيرة متأخرة على مكتبه، تنتظر فقط توقيعا واحدا منه، يضيع حقوق الضعفاء والمساكين والأرامل واليتامى والمحتاجين. أنت لا تعلم بحال الناس التي أوراقه موجودة أمامك، فيترك مثل هذه المعاملات ويضيق على الناس، وبارك الله فيكم تضيع أحيانا هذه المعاملات، ويأتيه الرجل الضعيف من أماكن بعيدة فيأتيه اليوم يقول له تعال لنا غدا، والموضوع كله لا يحتاج إلا إلى توقيع واحد. هل هذا الإنسان أكل المال الحلال وحرص على تحليل راتبه؟ حقيقة مؤلمة جدا لابد أن ننتبه لها، بأن هذا الإنسان لم يحلل راتبه بارك الله فيكم، ولم يكن هذا الراتب حلالا بشكل كامل وبشكل كبير. فلذلك لابد أن ننتبه، سلمكم الله عز وجل، وأن نحاسب أنفسنا على مثل هذه المسألة وعلى مثل هذا الأمر. لا تضع في جوفك شيء إلا وأنت متأكد أنه حلال. وأيضا بارك الله فيكم من أكل الحرام، ويكون هذا الأكل أكل الحرام الجزئي، أن بعض الناس العمل في الساعة 7:30 يأتي يوميا في الساعة 9، والعمل ينتهي في الساعة 2:30 ويأتي ويخرج يوميا من عمله في الساعة 12، وهذا كله أمر محرم وأمر لا يجوز، فلننتبه إلى ذلك. فاصل ونواصل بعده بإذن الله عز وجل.